نحن تعاملنا عادة مع الأفلام، يعني نحن أصلا كلجنة أبو ظبي للأفلام هدفنا الرئيسي هو تسويق أبو ظبي، ونحاول أن نضعها كمركز لإنتاج الأفلام وصناعة السينما. ففي طرق عدة يعني نحن نستخدمها على أساس أن نقدر نسوق أبو ظبي، منها أن نحن نسافر لمهرجانات أفلام مثلا، نسوق لأبو ظبي الخدمات الإنتاجية اللي نحن نقدمها، أو كانت المواقع عندنا مثلا المواقع دايفرسيتي أو تنوع في المواقع بشكل رهيب. فبعد ان نراوي الشركات الانتاج اللي برا عن التنوع في المواقع. غير كذي عندنا في كل سنه نسوي رحلات تعريفيه لمجموعه معينه من المخرجين والمنتجين. من جهتنا نحن نسافر لمثلا الدول نفس مثلا امريكا، نروح نزور الاستوديوهات، نروح نشوفهم، نروح الهند. كل سنه عندنا ايفنت نسويه على اساس انه نسوق لابو ظبي، منها نراويهم الشركات الانتاج اللي موجوده، الخدمات اللي نحن نقدر نقدمها، وبعد منها نراويهم نفس ما قلت المواقع التنوع الهائل اللي عندنا، ونعرض اللي هو 30% مبلغ التحفيز اللي عندنا. احنا طلعناه 2012، ومن ذاك الحين كل مره نحن نطلع هذا الشيء من الاشياء الاساسيه اللي تجذب الافلام. كان نحن عندنا لنا زيارات طبعا ليونيفرسال، وبعدين كان في تواصل بين لجنه ابو ظبي الافلام و 2454 مع يونيفرسال، فكان في نقاش. طبعا ولله الحمد يعني مبلغ 30% هذا كان واحد من اكبر الحوافز، لان اذا المنتج يقدر يوفر فيها مبلغ وعنده موقع فريش جديد كل شيء قريب، يعني ربع ساعه للدازرت اللي صور فيه مثلا الصحراء، ربع ساعه للاتحاد تاورز، يعني كل شيء قريب من بعضه لقصر الامارات. وطبعا الحجم البرودكشن يعني بعد لازم يعرفون اذا نحن بني عندكم، هل عندكم القابليه، عندكم الامكانيه انكم تمسكون فيلم بهذا الحجم؟ بس لله الحمد يعني قدرنا بشكل انه كلهم كانوا مستانسين، ما احتاجوا انه يبون كل الكرو، يعني يابوا بس الناس المعينين اللي هم الاساسيين، والباقي كله تم توفيرهم من هنا. اختيار المواقع يكون عاده كبروسس انه اول شيء نحن عندنا مكتبه للصور، الصور المواقع في الويب سايت عندنا في الموقع film.gov.ae. فاول شيء نقول لهم انه بشكل عام خذ لك نظرة عشان تعرف شو اللي موجود شو اللي مش موجود. في نفس الوقت نطلب منهم ان يرسلوا لنا السيناريو، يوصلنا نحن في قسم المواقع ونقرا السكريبت هذا ونشوف شو المواقع اللي نحن نقدر يعني نوفرها لهم. فهو يعني المنتج او المخرج يكون في نفس الوقت يشوف على بشكل عام، يمكن احيانا يغيرون رايهم، يعني يقول لك لا انا بصور هذا الموقع وعادي اغير فيه لسه. فهم يشوفون يلقون نظرة على يشوفون شو اللي موجود، ونحن على اساس السكريبت نفرغه ونشوف كل المواقع اللي موجوده ونحطها في برزنتيشن او عرض ونرسلها لهم. اول ما هم يعني يختارون المواقع اللي هم يبونها، بعدين تبدا لجنه ابو ظبي الافلام نحن نتواصل مع هذه المواقع ونكون حلقه الوصل، يعني على اساس انه لين ما البرودكشن يجي وبعدين نوصلهم على طول، يعني دايركت انه يكون عندهم الاجراء كامل يكون يجري يعني بكل سلاسه. يعني اول ما يوصلون هنا خلاص يعرفون من المسؤول عن الموقع، وإذا كان في مثلا في معين لازم يدفعونه أو شيء، الأمور هاي تكون خلاص يعني كلها جاهزة.